أعزائي المشاهدين، تحية طيبة من صديقكم كمال، مقدم حلقات دي اي واي فور يو بروفيشنال. في هذه الحلقة التعليمية سوف نتعرف على ام بي يو 6050 وأشرح كيفية ربطها بالأردوينو وإنشاء نموذج محاكاة ثلاثي الأبعاد باستخدام بيانات الأردوينو ام بي يو 6050. أول شيء نقوم بتثبيت الـ MPU 6050 بعد ذلك كما ترون نقوم بإدخال الوصلة هنا كما ترون نضع اللحام لتثبيت الوصلة يعني يجب يعني إضافة يعني قليل من اللحام ليس كثير لعدم يعني لتجنب الالتصاق بين الفتحات كما ترون بعد ذلك كما ترون يعني قمنا بتثبيت اللوحتين بي يو 6050 على لوحة تثبيت المكونات الكهربائية ليسهل علينا توصيلها بالأردوينو هنا كما ترون نبدأ بالفي سي سي ثم بعد ذلك يعني جي ان دي ثم البان اي ان دي كما ترون ثم البان اس سي ال وفي الاخير البان اس دي ا كما ترون الفي سي سي و جي ان دي نقوم بإيصالها بالفي سي سي 5 فولت و جي ان دي الأردوينو بعد ذلك SCL بي نوصلها ب A5 يعني الانبوت انالوجيك الاردوينو ثم الاس الاس دي نقوم بايصالها ب A4 او انبوت انالوجيك اردوينو
بعد ذلك البين انتي نقوم بإيصاله بالبين رقم 2 ديجيتال للأردوينو، وفي الأخير نقوم بإيصال الأردوينو بالحاسوب. بعد الانتهاء نذهب إلى واجهة المكتب ونفتح برنامج الأردوينو. بعد ذلك نقوم بفتح هذا الملف. سوف تجدون يعني رابط تحميله يعني أسفل الفيديو. نبدأ بملفات الليبراري التي يجب يعني إضافتها إلى مكتبة الأردوينو. كما ترون يعني لإضافة يعني الملفين إلى مكتبة الأردوينو نذهب إلى كروكي كما ترون، ثم انكلير إن بيبليوتيك، بعد ذلك أجوتي إلى بيبليوتيك، ثم نضيف يعني كل ملف يعني على حدة. بعد الانتهاء يعني نذهب إلى فيشي ثم إكزامبل، ثم نذهب إلى الملف mp3050، ثم نفتح هذا الملف. كما ترون يعني هنا يعني نقوم يعني ببعض التغييرات البسيطة كما ترون. كما ترون هنا نقوم بتنشيط يعني هذا الكود بإزالة يعني هذه العلامة ديز. بعد ذلك نضغط على فيريفي. ثم بعد ذلك نضغط على تيليفيرسي لنقل الكود إلى لوحة الأردوينو. بعد ذلك نفتح برنامج المحاكاة ثلاثة أبعاد، وذلك يعني بفك الضغط عليه. الأمر يعني يأخذ بعض الوقت. كما ترون قمنا يعني بفك الضغط عليه، ثم نفك كذلك الضغط على ملف الليبراري التي سوف نضيفها إلى هذا البرنامج.
بعد الانتهاء كما ترون يعني نقوم بعمل كوبي لهذين الملفين والذهاب إلى Document ثم إلى Processing ثم إلى Library. كما ترون يعني كلي لهذين الملفين يعني هنا، أنا قمت يعني بعمل ذلك يعني من قبل. الآن يعني نقوم بفتح برنامج محاكاة ثلاثة أبعاد. ها هو ده يعني. فبعد ذلك يعني لدينا يعني ملف الكود يعني جاهز، فقط نضغط يعني على فيشي ثم أوفغي ونقوم بفتح هذا الكود. هذا هو ملف الكود كما ترون، هذا هو الملف. نقوم بالضغط على أوفغير. في هذا يعني ملف يعني نقوم بإضافة يعني بعض التغييرات الضرورية لعمل يعني محاكاة يعني بين برنامج الأردوينو الـ MPU 6050 وبرنامج محاكاة ثلاثي الأبعاد. كما ترون يعني هنا يعني الكوم 4 هنا نقوم باستبدالها بالكوم 5، يعني هي نفسها التي توجد يعني تحت يعني برنامج الأردوينو. يعني بتغييرها يعني يقوم يعني برنامج الأردوينو بالاتصال ببرنامج محاكاة ثلاثي الأبعاد. وكذلك لتنشيط هذا الكود كما ترون نقوم بإزالة يعني دييز كما ترون. أما في السطر الأعلى في هذا الكود يعني نقوم بإبطاله، وذلك بإضافة يعني دييز. هنا نقوم باستبدال يعني 300 على 300 ب 900 على 900 فقط لتكبير يعني شاشة العرض ثلاثي الأبعاد. بعد ذلك نضغط على الزر إكزيكوت وننتظر بعض الشيء. هنا نضغط على اوتوريزي لاكسي. هذا يعني هذه هي نافذتنا يعني ثلاثية الأبعاد كما ترون. كما ترون يعني أقوم بتحريك الـ MPU 6050. هذه الحركة يتم محاكاتها على برنامج ترودي كما تشاهدون. وبهذا تنتهي حلقتنا. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.diy4upro.com، وإلى اللقاء.